قلت هذا أكثر من مرة، مش بالضرورة أن يكون الخلق كما تفهمه أنت، مع أن القرآن لا يقول هذا، النصوص لا تقول هذا، اللغة العربية لا تقول هذا. في نهاية المطاف الخلق هو التقدير كما نقول، الأصل في الخلق، أصل وضع الكلمة هو التقدير السابق، مش التكوين. التكوين موضوع آخر، والتكوين هو صيرورة ومسيرة طويلة طويلة الأمد. أما الخلق الذي هو التقدير فهذا أبدا نقول تم بضربة واحدة في علم الله الأزلي أصلا، ولا يتطور ولا يتطور إطلاقا. فإذا نحن نبحث ونحن منشرحو الصدور بإذن الله تبارك وتعالى، ومهما بان لنا الشيء بدليله صرنا إليه. لماذا؟ نحن نريد الحق، لا نريد أن يحرجنا أحد بالحق الذي ضللنا أنفسنا عنه بعد ذلك ونقع في حيص بيص، أو نكون كالمتعامين أو كالذين يفرون من ماذا؟ من مواجهة الحقائق. تفر غيرك سيواجه، لكن بالذات هذا الذي سيواجه ربما يلحد، لأنك أنت أفقدته وأعدمته أن يغير منظوره على الأقل بمقترح جديد، بتفسير جديد، بنموذج جديد، وقد يكون هو الأقرب إلى روح القرآن، إلى روح الدين.